الناس والله. وابوها قاعد عندنا ليل نهار واكل شارب. كلام ايه ده بس يا ابني؟ مش هي دي حقيقة يا امي. نهايته هو انت هتفضل كده تلف وتدور؟ ما تقول رايك بقى وتخلصني يا امي. يا حبيبتي انت مش بتقولي شفتيها وعجبتك واخترتيها، يبقى رايي بقى لزومه ايه؟ انت عارفه ان انا بثق فيكي ثقه ملهاش حدود. يبقى على خيره الله، يجعلها عروسه الهنا والسعد قادر يا كريم. ربنا يبارك لي فيكي يا قمر انت يا حلو يا مسمس. تتصرف كده ليه؟ اكيد لازم العروسه تعمل كده للدخله، وطبعا اكيد مكسوفه. طب انا مش عارف دلوقتي الاصول بقى اعمل ايه.
يا ريتني سألت أمي سنية. تحبي أخف النور شوية؟ اللي تشوف. عقبالك يا نور عيني. معقول انا لسه صغير؟ لسه صغير ده ايه يا واد؟ طب ده اللي في سنك من الحرافيش اتجوزوا بقى معاهم عيال دلوقتي كمان. بس احنا مش من الحرافيش يما. يا واد بقول لك مثلا. خلاص يا ستي، ليكي عليا لما اكون في سن بكره ابقى افكر اتجوز. بس على شرط، انا برضو اللي هختار لك عروستك. ماشي يما اللي تشوفيه. يو؟ رايح على فين كده؟ مش تقف تكلمني زي ما بكلمك امال؟ نعم. ايه رايك في عروسه اخوك؟ كويسه. طب دي رضوانة قمر بدر في ليله 14. ربنا يهني اخويا بيها ويهنيك ويسعدك انت كمان يا حبيبي. وايه رايك في البنت وفاء؟ وفاء؟ وفاء اخت رضوانة الصغيره. قمر هي رخرة ادب واخلاق ولايقه لك 100 100. كلام ايه ده يا ام؟ صحيح البنت طويله شويتين لكن دي عيله. عيلة ده ايه؟ دي عسل. وبتقول يا جواز فينك؟ خلاص خليها تروح تدور على الجواز بعيد عني. انت بتتكلم بجد يا خضر؟ جد الجد. هو مواضيع زي دي فيها هزار. يعني البت دي مش عاجباك؟ بصراحة لا. ليه بس يا ابني؟ انا عايز افهم فيها ايه بس يتعيب. ما فيهاش، زي الفل. بس بصراحة بقى انا مش شايفها. مش شايفها ولا مش حاسسها؟ استغفر الله العظيم، انت عايزة توصلي ليه بس يا اما؟ عايزاك تريح قلب امك يا حبيبي وتقول لي روحي توكلي على الله كده واخطبها لي، نبقى فرحنا باخوك وبيك. ماشي، توكلي على الله يا اما وما تخطبها ليش. على العموم انا مش هتقل عليك وهديك وقت تفكر، وانا متاكده انك هتغير رايك. ما افتكرش. خلاص بقى يا اما ما تزعليش نفسك وتقعدي تنفخي كده. خلاص يا اخويا فهمنا. بالاذن. اذنك معاك يا حبيبي. بقول لك ايه يا خضر؟ نعم. ايه؟ اوعى الكلام اللي احنا قلناه ده رضوانه تعرف بيه ولا حاجه. هو مين اللي هجيب سيره رضوانه؟ انا بنبه عليك بس. وهي لو عرفت اللي هيجرى يعني؟ يعني رضوانه عليها عزه نفس وكرامه مش على حد من البنات. انا خايفه انها تعرف فتزعل. الكلام ده من عندنا يا حبيبي. مفهوم. وعلى راي المثل الجواز اسمه نصيب. ايوه اديكي قلتيها يا ماما، الجواز اسمه نصيب. جاي عشان تبارك لنا. اصحى كنا بدري كده. معلش يا حبيبتي. ايه يا ولاد بتفتحوا بقى؟ ايه لا مفيش اي حاجه جرت ولا اي حاجه. يلا يا حبيبتي اعملي معروف بسرعه. طيب بالراحه يا قلب نهار ابيض يا قلب. نهار مبروك. صباحية مباركة يا عروسة. الله يبارك فيكي. صباحية مباركة يا عريس. ألف مبروك يا ابني. الله يخلي حضرتك. ألف مبروك يا رضوانة يا بنتي يا حبيبتي. ألف بركة. الله يبارك فيكي يا أم. الفطار يا عرسان. شوفي بقى يا رضوانة يا بنتي، النهاردة عشان أول يوم صباحية سماح هتفطري انت وجوزك لوحدكوا على راحتكوا. طب وليه يعني لوحدنا؟ ما تتفضلوا تفطروا معانا. يعني اللي تشوفوه يعني. ايه اللي نشوفه ده ايه؟ من بكره ان شاء الله نتلم كلنا على الفطار تحت سوا. ولا ايه يا رضوانه يا بنتي؟ اللي تشوفيه حضرتك. يا اختي مرتبني حبيبتي راضيه دايما ومرضيه. فطر الهنا والسعاده يا رب. ايه
معلش يا خضر يا ابني، الحمل تقيل عليك شويتين اليومين دول. لا ابدا يابا، الحمل لا تقيل ولا حاجه. بكره لما تتجوز بكره اخوك هيشيل عنك ان شاء الله. يابا يابا، ده الحكايه كلها 3 ايام. ربنا يقويك يا حبيبي. هو انت يا بكره هتفضل قاعد كده حابس نفسك في البيت؟ حابس نفسي؟ اه، من اوضه النوم لاوضه السفره لاوضه النوم. جري يا حبيبتي، هو احنا مش عرسان ولا ايه؟ وهم العرسان يسيبوا شغلهم ويقعدوا في البيت؟ شغل ايه بس؟ ده احنا ما كملناش 3 ايام على بعض. وهو انت مستقل 3 ايام؟ ما لما الواحد يتجوز واحده في جمالك ورقتك كده يقعد جنبها 3 سنين مش 3 ايام. انت شايف كده؟ ثم هم بيقولوا على الاقل شهر. شهر؟ اه، شهر العسل. قصدك شهر الكسل. شهر الكسل برضو؟ طبعا. هو انت ما عندكش شغل ولا ايه؟ طبعا عندي، ما انت عارفه. خلاص بقى، ما تنزل تشوف شغلك يا ستي. اذا كان على الشغل ما تحمليش هم، خضر قايم بالواجب وزياده. خلاص انزل له وقف جنبه. جري يا رضوانة، وانت عايزه تخلصي مني ولا ايه؟ حاضر، لو هو ده اللي يريحك هغير هدومي وانزل اروح الشغل. وعشان خاطر العينين الحلوين دول انا مش هتاخر. انا فهمت انت بتعمل كده يا جميل علشان الشوق يزيد ما بيننا ويبقى اكتر، مش كده؟ الله، احنا قلنا ايه؟ خلاص يا ستي، نازل نازل. بس ما كانش فيها حاجه يعني لما اخد قبله وداع. وداع ليه؟ هو انت نازل ومش راجع؟ لا راجع طبعا، باذن الله راجع. الله 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 الله، ايه خير؟ في ايه يا عريس؟ طب قول صباح الخير الاول يا عم عتريس. صباح الخير، صباح النور، الف نهار ابيض، صباحيه مباركه، وكل الكلام الحلو. لكن قول لي بقى، ايه اللي نزل الحلم في الشهر الحلم ثالث يوم حلم؟ يعني قلت يعني انزل اقف في الوكاله شويه يعني. الله، ما هي الوكاله مش لوحدها، بسلامه اخوك سي خضر قايم بالواجب وزياده، والمعلم سليمان معاه. يعني انت عارف الوكاله لسه فاتحه جديد يعني. يا سباك، ما العروسه لسه داخله عليك جديد، تقول ايه بقى لما تلاقيك سايبها تالت يوم كده ونازل على الشغل؟ هي اللي عايزه كده. ايه هي ايه؟ لا هي اللي شجعتني يعني لما قلت لها ان انا عايز انزل اقف مع اخويا، يعني اقف مع اخويا شويه. يا سلام، فعلا يا ابني الناس معادن، ودي اصيله بنت اصله، شفت؟ بتضحي باحلى ايام عمرها عشان تخليك تقف جنب اخوك. ايوه، شفت بقى ايه اللي منزلني الوكاله؟ اه كده خلاص فهمت، ما انت فطمتني. طب بقول ايه، تعال اقعد معايا بقى، خد استباحة. استباحة ايه؟ بقول لك عايز اروح الحق اقعد في الوكالة شوية. معلش فاتتني دي يا سباك، يلا بينا يا عريس. يلا بينا. يلا. اتفضل يا سباك. سباك، يا الف نهار ابيض، يا الف نهار نادي، بركاتك يا عريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خطوة بركة يا سباك، خطوة بركة يا عريس. ايه ده؟ ليه مش سامع؟ بيقولوا يا عريس يبقى اكيد بكر. اهلا اهلا يا بكر. اهلا اهلا يا معلم. اهلا يا بكر. اكون ازيك يا خضر؟ الله حبيبي. ومفيش اهلا يا عتريس؟ ليه، هو انت عريس؟ ايه اللي جابك ونزلك دلوقتي؟ جرايه يا خضر، انت مش عايز ناجي ولا ايه؟ يا سيدي انت تيجي وتشرف وتنور كمان. جرايه يا بكر، انا اقصد يعني ازاي تسيب عروستك؟ يا اخي يمكن زهق من الجواز وعاوز يغير جو شويه. يا اخي زهق؟ هو لحق يا معلم سليمان. والله ابدا، الحكايه كلها يعني ان انا قلت انزل اساعد خضر شويه يعني واخفف عنه وبعدين ابقى يا سيدي احنا مش محتاجين مساعدتك، اتفضل بقى اتكل على الله وروح لعروستك. الله، طب سيب الراجل يلقط نفسه ويقعد معانا شويه يا سي خضر. خبر ايه يا عجميه؟ ده تالت يوم اجيلك من بعد الفرح على امل ان اشوفك واتملى طلعتك. ايه حكايتك يا بنت الحلال؟ عملت فيا ايه بالظبط؟ لا ملكيش حق ابدا يا رضوانه، تسيبي الجدع ينزل تالت يوم جوازكو؟ ونعمل ايه يا نينا؟ ما هو اللي عاوز كده. غريب، ده نزل من غير ما اشوفه ولا حتى يصبح عليا.
على العموم كلها شويه وتشوفيه، هو قال مش هيتاخر. وديني جيت اهو. غريبه، انت ايه اللي رجعك بدري كده؟ اهلا يا بكر يا حبيبي. ازيك يا نور عيني؟ بقى دي عامله برضو تعملها يا بكر؟ خير، عملت ايه؟ ايه بقى تسيب عروستك اللي زي القمر دي وتنزل ثالث يوم جوازكو؟ ما هو الحقيقه يعني. حقيقه ايه بس يا حبيبي؟ الناس تقول عليكوا ايه بس؟ الناس هتستجدعوا يا نينا انه ساب عروسته ونزل يساعد اخوه. اخوه جدع يا رضوانه ومش محتاج حد يساعده. وهو قال لي كده برضه، وعلشان كده رجعت على طول لعروستي حبيبتي وانا على نار. يا واد اختشي، مش للدرجات دي، مش قدامي. حط دي كمان. عينيا ليك. ودي ماشي. القطه مالها مفعصه كده ليه؟ بتاع الثواني يا بطاطس. يا صباح الخير. ايوه، اي خدمه يا حضرت؟ كنت عايز وقت طماطم. طماطم من هنا، تعالى هنا. حسابك كام يا معلم؟ عايز كام يا معلم؟ طلعت ابيض بس. طب خد خد، ده كتير قوي. معلش خلي الباقي للعيال. روح الله يبارك لك. وانا هفضل اجري وراكي بقى ولا ايه؟ وانت بتجري ورايا ليه؟ عايزك. يوه، عايزني تعمل بيا ايه؟ اللي بيعمله اي واحد زيي لما يشوف قمر زيك، اول ما يشوف هيبلم وما يعرفش يتكلم. ما انت بتتكلم زي البرابان ده اهو. وايه الفايده طالما مش سامعاني؟ لا سامعاك. طب انا عاوز اشوفك. ما انت شايفني اهو. لا انا اقصد اشوفك لوحدك. وانت شايف ان في حد معايا؟ طبعا كل الناس دي معايا. هو ده يضايقك؟ يضايقني جدا. انا عايز اشوفك انا وانتي وبس، نتكلم نتحدث نتسامر. انت بتتسلى بقى. ابدا، ما احلف لك بالله العظيم، ده انا من يوم ما شفتك في فرح بكر وعينك ما اتشالتش من عليا. طب ما انت عارفه اهو. طب وبعدين؟ بعدين يعني ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ يعني واحد رايد واحده، تفتكر انت ايه اللي ممكن يحصل؟ والله لو كان صادق يجي يتقدم. طب ما انا بتقدم اهو في الحاره. امال فين يا عجميه؟ والله يا حبيبي انت عارف فين كويس. عن اذنك بقى لحسن امي ولا حد يشوفنا؟ محد شايف حاجه. تحدتي معايا انا؟ انا ياما كنت بتكلم مع حد؟ لا انا ياما اللي كنت بتكلم. انت هتستهبلي عليا يا بنت؟ لا ابدا ياما، ده واحد الظاهر تايه غلطان في العنوان. طب ودلتيه على العنوان الصح؟ والله العظيم ياما دليته. يا سلام. طب وبتحلفي ليه يا بنت؟ عشان تصدقيني. طب امشي انجري، خدي الخضار والحاجه اللي انت جايباها دي وضبيها. يلا. طيب. ويكون في علمك نزول سوق الخضار تاني مفيش، فاهمة؟ ايه؟ ليه؟ ليه؟ ما سمعتنيش يا بنت ولا ايه؟ لا سمعتك ياما. رايح على فين يا سليمان؟ لا ولا حاجة، حاسس ان خلقي ضيق، قلت اخرج اتهوى شوية. وخلقك ضيق من ايه يا اخويا؟ كفالة الشر. لا ما تقلقيش، مش منك انت يا حبيبتي. بحسب، امال من مين؟ ايه؟ لا يعني ابدا ولا حاجة. ما دام قلت ولا حاجة يبقى اكيد في حاجة. تعال. الله 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 الله، فيها ثانية، انت عاوزة تقوليني وخلاص؟ افهم من كده يعني ان انت مش عاوزة نخرج؟ لا، ما هو انت كمان مش هتخرج ولا هتتعتع من هنا قبل ما تقولي انت حاسس بايه ومخبي عليا ايه. يا سنيه، مش جايز يا راجل اللي انت حاسس بيه انا كمان حاسه بيه. متهيألي. وانت حاسه بايه بقى كفله الشر يعني؟ يبقى اكيد احنا احساسنا واحد. احوالهم مش عاجباك مش كده؟ متهيألي الحقيقه. وانا كمان. اصله يعني مفيش عريس جديد يزهق من عروسته ويحاول يتهرب منها بسرعة كده. انت لاحظت كده كمان؟ وهي دي حاجة محتاجة ملاحظة؟ دي حاجة واضحة زي الشمس. على العموم يا سنية، انت كلك مفهومية، حاولي تعرفي الموقف ماشي ازاي ويعني حاولي تعالجيه. انت رايح الوكالة؟ جايز. انت نازل من هنا وما انتش عارف رايح على فين يا سليمان كمان؟ والله انا كنت ناوي اروح اقعد على القهوة، لكن على قولك اروح اعدي على الوكالة اقعد مع خضر احسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اخوي.
بكر، هو انت خارج انت كمان يا نوراني؟ ايوه. رايح على فين؟ انا ما اقصدش يعني. يا اما قصدك ايه؟ اتكلمي. انا عايز اسالك يا حبيبي، هو الجواز حلو يا بكر؟ الجواز؟ اه طبعا يا اما طبعا، الجواز ده ستره، الجواز ده امان. انا يا ابني مش قصدي يعني اسالك كده، انا اقصد اقول لك في حاجه بينك وبين رضوانه؟ هيكون في ايه بس يا اما لا سمح الله؟ امال يا ابني دايما هاجج وسايبها ومش طايقها ومش بتقعد معاها خالص. هاجج وسايبها؟ ده انا ليل نهار قاعد في البيت يا اما. يا حبيبي اصل انتوا الاثنين لسه في شهر العسل. انا نفسي اعرف بقى ايه حكايه شهر العسل ده؟ هو ده شهر ما بيخلصش؟ ان كان في حب وود الحبايب يتمنوا يفضلوا فيه على طول. ايوه. قول لي يا بكر، صارحني وغلاوه امك عندك، في حاجه مضايقاك من رضوانه؟ الحقيقه اه يا اما. ايه يا حبيبي افتح قلبك. قصيره يا اما، قصيره ومش عارف اعمل لها ايه علشان تطول. يوجتك ايه يا بكر؟ ابقى لبسها كعب عالي، وابقى قول لها تاخد بالها لحسن هي قصيره وعندها استعداد تملى زي امها، ولما هتملى هتقصر اكتر. الله يطمنك يا اما. بكر يا بكر، معقول يكون هو ده السبب؟ الواد ده بياكل بعقلي حلاوه. يا سلام، حبه شاي انما ايه. قول لي بقى يا سموره، ايه اخبار العرسان؟ اخويا يكون اخبارهم ايه؟ سمع العسل طبعا. الحمد لله، احسن انا كنت حاطط ايدي على قلبي لا الواد يطلع لجده. يطلع لجده؟ قصدك ايه بقى يا اخويا؟ لا انا ما اقصدش اللي انت تقصده خالص. انا كنت خايف لا الواد يطلع نكد زي انا. انا اللي نكد يا سيد رضوان يا كشري. ايوه يا صاحبي، اصل انت لما بتقلب على الوش التاني ربنا يكفينا شرك. طب بذمتك انا لما بقلب على الوش التاني ببقى على حق ولا لا؟ جرايه يا ابو سنيه، انت خدت الموضوع جد ولا ايه؟ يا راجل انا بهزر معاك. انا عارف انك انت بتهزر. طب ايه اقول لك بقى؟ ان مش بقيت تكون البيت تالي منكده على الواد رضوانه؟ لا بقى يا صاحبي، فيدي بقى انت بتخرف. راجل فتيش عيب ما تقولش كلام زي ده، انت بقيت كباره. وبعدين وانت ما انتش عارف سلو الحريم، ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجل. ايوه يا صاحبي، ايف دي بقى معك حق، ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجل. انما قول لي بقى، انت مش كنت زمان كده بتعزمنا في حته ارض نروح هناك نمتع نفسنا وننبسط حبتين؟ جرى ايه؟ بعتها ولا ايه؟ ابيع يا راجل يا مجنون انت، حد يبيع حته زي دي؟ دي بقت على الطريق الزراعي. واشتريت فدانين، فاكر القطين اللي كنا بنسهر فيهم دول؟ ايوه. اتبنوا وبقوا فيلا انما قبها. طب ايه رايك بقى تفك كيسك كده وتعزمنا هناك يومين؟ حدد يوم الاسبوع الجاي ناخد العيال ونطلع على هناك نشوي ونقضي يوم جميل قوي، وباخدك في الدير نشرب كاسين. ايوه، ونفتكر الماضي ملال كاسات وسقاني. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال، سفره دايمه فاتحيه. يدوم عزك يا اخوي. ايه رايك بقى في الاكل النهارده يا خالد؟ اشمعنى النهارده بالذات يا عجمايه؟ عشان النهارده بقى بالذات يا سيدي انا اللي عامله الاكل ده بايدي. شوف يا اخويا البيت. على العموم تسلم ايدك يا عجميه، انا النهارده بقى بالذات يا عجميه اطمنت عليك. واشمعنى بقى اطمنت عليا؟ عشان ان شاء الله لما هتتجوزي بعد عمر طويل كده يا خالي هتقعدي في قرابيز جوزك العمر كله. يا سلام، اشمعنى بقى؟ عشان نفسك الحلو اللي في الاكل يا بت. ربنا يخليك ليا يا خال. سيبك بقى ما تسمعش كلام حد ولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حسين؟ ازيك يا عم عتريس؟ ازيك يا ابني؟ ازيك حضرتك؟ اقعد اتفضل. السلام عليكم. اقعد. الله، ايه يا ابني مالك؟ لا ابدا مفيش. مفيش ازاي وانت داخل عليا كده مكلضم وعمال تتلفت حواليك زي اللي عامل عامله؟ الحقيقه انا مش عامل عامله، انا معمول فيا عامله. عامله ايه؟ خير؟ اتكلم يا ابني، قول في ايه؟ اه طب قوم معايا بعد اذنك يا عمر. تعال تعال يا ابني تعال.
اقعد هنا. شهاده دودو. اقعد اتفضل استريح. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احنا بقينا لوحدنا. خير بقى؟ قول لي في بهيه يا معلم عتريس. مالها بهيه؟ الحقيقه مطلعه عيني يا عم عتريس. مطلعه عينك ازاي يعني؟ ما بتبطلش شكل ليل مع نهار. اقول لها كلمه تديني 10. الله كده بالباب للطاق. اه والله العظيم يا عم عتريس. يا راجل انا بحلف لك يا عم عتريس. سيني ما تحلفش، ما هي حاجه بالعقل كده. لا ما هو الظاهر بقى ان ده طبعها. وافرض يا سيدي ما تسيس، هديها، حاول تغلها طبعها اللي مش عاجبك ده زي ما بتقول. حاولت المستحيل، مفيش فايده. شوف يا حسين يا ابني، انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودانك. اي واحد وواحده في اول جوازهم ممكن يحصل بينهم شويه مشاكل زي اللي بتقول عليها دول، وده راجع لايه بقى؟ لاختلاف الطبايع واختلاف العادات، والشاطر فيهم بقى هو اللي يفهم التاني اكتر ويلم الموضوع اسرع. ما هو بقول لك ايه، ما تقاطعنيش لغايه ما اخلص كل كلامي. طب اتفضل حضرتك. اما موضوع بقى الشد بينك وبينها، تقول لها كلمه ترد عليك بعشرة، فدي حلها سهل. ما تقولش يا سيدي الكلمه اللي انت بتقولها دي، ساعتها هي مش هترد بالعشرة اللي بيزعلوك، وهتحبك اكتر وتعزك اكتر. انت حاسس بالكلام اللي بقوله لك ده؟ ايوه. مش مهم انك تكون حاسه بس فاهمه. ايوه بس انا كان قصدي يعني ان حضرتك تقدر تساعدني. انا بساعدك على الاخر اهو. بس انا جاي لك برضو بصفتك خالها، يعني حضرتك تقدر تكلمها كلمتين تخليها تكرهك اكتر. ايه؟ ايوه يا ابني زي ما بقول لك كده. شوف يا حسيني، ما تعودش يا ابني تدخل طرف ثالث بينك وبين مراتك، ده بيعمل مشاكل اكتر. ولدت وعاجن، ودي قالت وده قال، وده بصراحة حل مش مظبوط من الأساس. أمال إيه المظبوط؟ هعمل إيه؟ قولي، هي عارفة إنك جاي لي دلوقتي؟ لا طبعًا. خلاص، يبقى أنت تقوم كده تتكل على الله وتروح على مراتك، تروح بيتك ولا كأن في أي حاجة حصلت، بس وأنت ماشي بقى في السكة تغير خلقتك المقلوبة دي وتأجر لك خلقة حلوة، خلقة مبتسمة، خلقتك بتاعت زمان، خلقة ربنا. وأنت ماشي تجيب معاك كيس برتقال، حتة حلاوة، كوز دورة حتى، كأنك كنت خارج تشتري حاجة ورجعت، وأول ما تدخل ترمي التماسي كلمتين حلوين، مساء الفل، مساء العسل، وهتدعيلي اوعدني. ياد قول آه ياد. آه. طب يلا بقى يا حبيبي، بيتك بيتك، وصلى على النبي وعلى مراتك وربنا يهديكوا. اللهم صل عليك يا نبي. بقول لك إيه؟ افردها. ايوه كده، يلا يا ابني ربنا يهديكم. الحمد لله على السلامة يا سيدي. ايه ده، احنا عندنا ضيوف؟ ايوه يا سيدي، سي سالم ابن اخو حضرتك. سالم؟ ايه اللي فكروا بينا؟ يا الف اهلا وسهلا. ازيك يا ابني؟ ازيك يا عمي؟ وحشني. الله يخليك يا عمي. ازيك؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ غيبتي يا عمي، ده انا كنت لسه معاك من كام يوم في الفرح. فرح؟ اه بالمناسبة يعني. واحلى مناسبة يا عمي. ادي اختي شهيب، بشوفكش الا في مناسبات، ده انا عمك الوحيد يعني في مكان ابوك. واحسن والله يا عمي وربنا عالم. لا سليم اخويا الله يرحمه ما كانش فيه حد في الدنيا احسن منه. تعيش يا عمي. البركة فيك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. بس انت بقى ما انتش طالع له. ليه بس يا عمي؟ ما انا قلت لك بعيد عنك كده على طول، ما بتجيش ولا بتودينا ومقطعنا. ما هو في الحقيقه يا عم انا عارف مشغوليات حضرتك، عشان كده ما بحبش اجي اضايقك. لا يا اخوي، ضايقني انت ومالكش دعوه. طب اديني جيت النهارده يا عم عشان اضايقك. يا ساتر يا رب، تضايقني؟ اه لا نلحق بقى نشرب لنا كوبايتين شاي قبل المضايقه. لا مفيش داعي يا عمي والله، لسه شارب شاي حالا. خلاص ما دام شربت شاي لوحدك نشرب مع بعض فنجانين قهوه. ما تستنى شويه يا عم، يمكن نخليها شربات. شربات؟ انت شوقتني يا ولد. ايه تخش هنا وتتجوز؟ ده اذا ما كانش عند حضرتك مانع. لا انا ما عنديش مانع. وانا اللي هتجوز؟ لا لا طبعا يا عمي، لكن يعني لازم حضرتك توافق على الجواز. اوافق يا ابني. جواز مين؟ جواز انا طبعا. اه لا ما انا عارف جوازك، اقصد يعني جوازك من مين؟ من واحده زي القمر يا عمي، قمر تقول للبدر قوم وانا اقعد مطرحك. يا ولا يا ولا، ايه كلام الشعر ده؟ ما حضرتك لو شفتها هتعرف ان الكلام ده والله العظيم شويه عليها. آه الله يا ابني انت شوقتني. مين؟
تكونش وفاء. وفاء؟ وفاء مين يا عم؟ انت تستقبل عليا هلا. وفاء اخت رضوانة مرات ابن عم. لا 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 حضرتك فكرك راح لبيت خالص يا عم. امال مين يا ابني؟ قول. ما هو ما دام انت طالب ان انا اوافق يبقى اكيد حد معرف. اولا حضرتك لازم توافق، ده بصفتك عم، وما ينفعش اتجوز من غير اذن حضرتك. طيب اولا وعرفناه، ثانيا بقى مين اللي انت ما انتش عايز تقول عليه ده؟ ما انت لازم تقول. بنت المعلم سليمان. معلم سليمان الناجي؟ ايوه. جوز بنتي؟ ايوه يا عم. يا ابني انا معلومات انه عنده بنتين والبنتين متجوزين. المتجوزين فله وبهي. التالتة بقى يا عم اللي مش متجوزة. التالتة اللي مش متجوزة عجمية؟ ايوه يا عم الله ينور عليك، عجمية، وهي والله العظيم عجمية. انت باين عليك واقع لشوشتك على الاخر يا عم. ودي يا ابني انت عرفتها ازاي وفين؟ يوم فرح بكر. اه صحيح، يا حضرة الفرح ده. قلت ايه يا عمي؟ انا اقول ايه يا ابني اللي قول دلوقتي، قول اهلها، قصدي يعني ابوها اللي يقول. بس مش جايز تكون مخطوبه. لا لا يا عمي مش مخطوبه. حد متكلم عليها؟ لا مفيش. طب انت شعرفك؟ ما هو انا سالت وعرفت تقريبا يعني. لا اذا كان كده بقى يبقى لازم نفتح ابوها. والنبي يا عمي في اسرع وقت ربنا يخليك. يا دي انت مالك مدلوق كده ليه؟ اتقل شويه. حاضر يعني هتقل اهو. بس انت ما قلتليش سناب انت عمك عندها خبر بالموضوع ده؟ وانا هيكون عندي فكره منين بس؟ يعني جايز الواد سالم يكون قالك؟ سالم؟ هو سالم ده حد بيشوف وشه؟ او يا جوز المعلم سليمان. طب وسليمان هيعرف منين؟ كان بيشم على ظهر ايده؟ صح عندك حق. طيب انت رايك ايه في الموضوع ده؟ بصراحه الحقيقه يعني وما تقوليش ان الراي راي ابوها لان دي مفهومه طبعا. انا يهمني اسمع رايك انت. انا مش عارفه اقول لك ايه. تقولي رايك يا سني، هي دي كمان فيها لف ودوران. الله، طب وحضرتك زعلان قوي كده ليه؟ علشان ما انتش عايزه تتكلمي. اصل حضرتك عايزني اتكلم واقول رايي بصراحه وده هيزعلك. لا يا ست اطمني مش هزعل. تفتكر يا والدي واحده زي عجميه بنت فتحيه دي تليق لابن عمي سالم؟ عجايب، وما تلقلوش ليه؟ ايش جاب لجاب؟ مش فاهم قصدك ايه يا ابويا. ايش جاب الحسب والنسب والمال لعجميه بنت فتحيه؟ اولا هي مش بنت فتحيه، دي بنت المعلم سليمان. ثانيا احنا ذات نفسنا نسبنا المعلم سليمان الفتوه، وده يبقى ابو عجميه. عندك حق. وبعدين الواد رايدها، ومن كلامه كده فهمت ان هي كمان رايده. رايده؟ وهي تعرفه منين بس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خطوة عزيزة. يا عز مقدارك يا ابني. خلاص يا ستي، إذا حضر الماء بطل التيمم. ماء إيه وتيمم إيه؟ تفضلوا تفضلوا. إيه الحكاية؟ شو بقى يا سيدي؟ بعدين بعدين يا أبويا مش دلوقتي. الله، وبعدين ليه؟ ما نفهم. خلاص ما دام ثانية هي اللي عايزة تقول لك بنفسها أسيبها تفهمك. أيوة بس ما نفهم دلوقتي أحسن. تبقاش لحوك بقى. ويلا قول لي اتفضل على الغدا يا عمي. حالا الغدا هيكون جاهز. يا ستي ولو ما كانش جاهز على ما يوصل بكر وخضر يكون جاهز. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أنا نسيت أسأل على رضوانة. ما تسألش على غالي، أهي نايمة في أوضتها. الظاهر كده إن أبويا جه. يما يا مرحب يابا، اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا عجمية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يابا. يا فتحية ازيكم؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ كويسين؟ تمام يا اخويا. ايه وحشناك؟ ما انت عارفة يا ام فلة ان انتوا دايما بتوحشوني. الا صحيح بالمناسبة البنات اخبارها ايه؟ والله يا اخويا ما اعرف. ايه ما بتشوفهمش؟ قليل. هما بيقولكيش يعني؟ على العموم اطمن يابا، فلة وبهية زي السمنة على العسل مع جوازهم. ايه؟ سمنة على العسل؟ ها؟ بنجر يا غلباوي، انجر انجر، حضر لنا لقمة ناكلها يلا. من عينيا الاثنين يابا. هي الهاني مسابتك تنزل من غير عشاء؟ وبعدين معاكي بقى يا فتحية. معلش يا اخويا انا بسأل بس. يا ولية بقى انا جايبلك من عندها خبر يفرحك ويزقططك، تقومي تتكلمي عنها بالطريقة دي؟ خبر يفرحني ويزقططني من عندها؟
مش معقول. ده معقول ونص. طب وده خبر ايه ده بقى ان شاء الله؟ عريس. عريس لبنتك عجميه. عريس لعجميه؟ ايوه. وهي اللي جايباه؟ يعني مش بالظبط كده، بس يعني هي اللي فتحتني في الموضوع. وده مين بقى عريس الغفله ده؟ عريس الغفله؟ ما تحسني ملفظك شويه. يوه، هو انا قلت حاجه غلط؟ طبعا قلت حاجه غلط. بقولك عريس لبنتك تقولي عريس الغفله؟ ده عريس الهنا والمنى، واد جدع شاب ماله هدومه، وابن اكابر كمان. من الاكابر؟ عشان يعني هي اللي جايباه؟ ايوه، يبقى ابن عمها. طب وابن الاكابر ده بقى ايه اللي هيخلينا سيبنا؟ خبر ايه يا وليد؟ وانا يعني ما انا اهو، وانا مش مناسب من الاكابر دول ولا ايه؟ معلش راحت عن بالي دي، ما تاخذنيش. وبصراحه بقى يا فتحيه انا وافقت كده اهو من غير ما تاخد رايي. انا بقولك اهو، ولا راي البنت؟ ايه بنت لسه صغيره، نبقى ناخد رايها بعدين. ده انت اللي دايما تقول كده، البنت لازم يتاخد رايها. خلاص انا بنتكلم معاها بعدين وناخد رايها. طب وابن الاكابر ده ايه اللي رماه علينا؟ سالم. هو اسمه سالم؟ ان شاء الله. طب يعني يا اخويا مفيش حد كده يلق لها من الحرفيش من توبها؟ خبر يا فتحيه، نصيبها وجالها لحد عندها. طيب طيب طيب، مزعل نفسك كده ليه دلوقتي؟ لما تقدم لفولة وبهية شباب من الحرفيش اعترضنا؟ قلناش لا؟ ما قلناش لا. لما يجي نصيب بقى عجميه في شاب من الاكابر نعترض ليه؟ اصلي يا معلم سليمان، ولا مؤاخذه انت مش فاهمني، يعني انا اصلي خايفه الجدع اللي اسمه سالم ده مع الوقت يحس انه اعلى منها ويتكبر عليها. كبر عليها يعني ايه؟ وانا رحت فين؟ هو ناس انه هيبقى مناسب المعلم سليمان سيد الحاره كلها؟ طب اتفقتوا على المهر؟ لا لسه ما اتفقناش. بكره ان شاء الله هنقعد نتكلم في الحكايه دي مع السيد السمر يا عمو. حماك الجديد؟ جديد ايه يا فتحيه؟ الراجل لسه مجوز ابني بكر حفيده، ولسه بتقولي عليه جديد؟ معلش يا اخويا معلش، خدني على قد عقلي. الله، هي البت عجميه كل ده بتحضر لنا لقمه؟ هي بتعمل لنا ايه بالظبط؟ يابا العشاء جاهز. البنت فهمت. ممكن ادخل؟ اتفضلي يا نينا. هو انت برضو محتاجه اذن؟ الصراحه لا، بس الاصول كده. اصول ايه يا نينا؟ ده البيت بيتك وكلنا عايشين بحسك. تعالي تعالي يا حبيبتي، قولي لي يا رضوانه بصراحه. طبعا، هو احنا في بيننا غير الصراحه؟ طبعا لا. انت في حاجه بينك وبين جوزك بكر؟ بكر. ليه؟ هو لا سمح الله اشتكى مني في حاجه؟ لا، هو الصراحه ما اشتكاش. امال حضرتك بتقولي لي كده ليه؟ اصلها حاجه ما تتقالش تتحس. مش فاهمه. لا انت فاهمه كويس قوي. ما هو حالك انت وبكر ما هوش حال عرسان جداد. ليه يا نينا؟ وهم العرسان الجداد بيعملوا ايه احنا ما بنعملهوش؟ مش عارفه، اسالي نفسك انت. ما تتكلمي على طول يا نينا، ولو في حاجه ولا حاسه بحاجه قوليها. رضوانه، مفيش اتنين عرسان جداد كل ساعه والتانيه العريس يسيب بيته ويخرج. مش شغله يا نينا؟ شغله في غيره قايم بيه. يبقى حضرتك تسالي هو. وانا جايه عايزه اعرف السبب منك انت. سيرتي كبيره والبطل انسان، باصت كانه فرحه الفرحان. سيرتي كبيره والبطل انسان، باصت كانه فرحه الفرحان ودمعه الحزن. القلب من غير باب بيدخلوا وبيطلعوا الأحباب، وانت سايبها لسيد الأكواب. سيرة كبيرة والبطل إنسان، باصت كأنه فرحة الفرحان. سيرة كبيرة والبطل إنسان، باصت كأنه فرحة الفرحان ودمعة حزنان. يطلع عليك الصبح يا صاحبي، بتتولد من تاني وبتحبي. يطلع عليك الصبح يا
صاحبي بتتولد من تاني وبتحبي في زحمة الدنيا على الأرزاق وفي المسلقات تعود راضي وتحمد ولو تعود فاضي وفي المسلقات تعود راضي وتحمد ولو تعود فاضي طيب وقلبك سامر العشاق للأهل والجيرة أشبه بنيوى الناس إذا البشر سيرة سيرتك لكل الناس سيرة كبيرة والبطل إنسان باسط كائن فرحتي